اغلب البنات والستات بتحب الذهب وبتحب دايما تعرف ايه الجديد وايه اجدد موضه واكتر الحاجات المناسبه ليها، حتى لو مش هتشتريها، بس اي واحده فينا بتعدي من قدام محل ذهب بتقف تتفرج وبختار حاجات كتير جدا. النهارده بقى انا جايبه لكم اكتر واحده عندها معلومات ونصايح ودايما بتتكلم مع البنات عن الذهب والموضه بتاعه الذهب، دايما بتتكلم معانا على السوشيال ميديا في كل حاجة موضة في الذهب. منوراني النهاردة مدونة الذهب أمنية سعيدة. ازيك يا أمنية؟ الحمد لله، ازيك انت؟ منوراني حبيبتي بنور. عايزين بقى نتكلم النهاردة عن الذهب وعن البنات وأذواقها، وازاي فجأة من بعد ما بقينا بعد ما كنا ما بنحبش نلبس ذهب وبنقول لا وانا ما البسش، ودلوقتي البنات بقت تقول ايه، لا ده انا عايزه البس، عايزه شخلل كده وعايزه البس ذهب كتير. قولي لنا بقى، كلمينا عن موضة الذهب السنه دي. بصي، هو الاول انت عارفه ان الموضه زمان اصلا في الذهب كان صناعه الذهب محدوده شويه في مصر. تمام، كانت والبنات ما كانتش بتحب الذهب، كانت متجهه اكتر للاكسسوري لاشكاله الاحلى وكده. بس حصل طفره في الصناعه عندنا في مصر، شركات كتير عملت طفره، بقى الذهب حلو قوي، بقت الموديلات بتاعته بتاعت عيار 18 كلها معظمها شبه الشغل اللي احنا بنحبه كبنات بتاع الاكسسوار، بتاع الاكسسوري بالظبط. فعشان كده حصل طفره في الصناعه، فادى ان البنات فعلا طب خلاص، طب ما احنا هنلبس اكسسوري، طب ما نلبس ذهب بقى من نفسنا، منه استثمار ومن ومن زينه وخزينه. زينه وخزينه، حلو قوي ده. طيب أمنية، عايزة أتكلم معاكي عن ألوان الذهب. دلوقتي في ذهب كتير ملون ونازل، يعني طبعا احنا في صيف، فالبنات دلوقتي بتلجأ للحاجات اللي فيها أحجار ملونة. كلمينا بقى عن الأحجار الملونة والذهب الملون. بصي، عندنا في الذهب الملون في ساعات بينزل حاجات مثلا تريبل، تلاقيها ثلاث ألوان، الذهب الأصفر والذهب الروز جولد والأبيض، بقى ينزل موديلات كتير فيها فصوص زي الزيركون. تمام، ملونه بقى ابيض، فبتدي شياكه رهيبه جدا طبعا في قطعه الذهب جداً. وخصوصا الكوليهات، الاساور، الخواتم، لا بصراحه يعني مديه شياكه، وزي ما قلت لك بيدي ستايل معين للبنات اللي بتحب الاكسسوري اكتر. تمام، من الموضات بقى اللي نازله، الموضه الحلوه قوي اللي تشكر، اللي تشكر احنا دايما متعودين نجيبه اكسسوارز، لكن عمرنا ما جبنا تشكر ذهب بشكل الموجود السنه دي. كلمينا برضو عن اللي تشكر. لا، نازل موضه جدا ونازل منه اشكال كتيره قوي، نازل منه اللي هو شبه الطوق. تمام، ده اللي هو بيبقى طوق، بيبقى ناشف شويه. تمام، مش ذهب طري، وفي نازل منه زي بيبقى زي الكوليهات او السلاسل، بس هو بيبقى قصير يا دوبك، هو بيطلع على الرقبه بالظبط زي الشكر، نازل منه اللي بينزل منه العاب صغيره زي ده كده. بالظبط، احنا معانا دلوقتي صور فيها احجار. كلمينا عن الصوره دي كده يا امنيه. ده كوليه جرومات. تمام، في حجر من النص لونه اخضر، الاخضر بيبقى شيك جدا مع الذهب جدا جدا بصراحه. فالجرومات اساسا من اساسيات الذهب اللي لازم تبقى موجوده عند اي بنت. طب مش بتروح خالص يعني خالص. الموضه مستمره، موضه مستمره. بصي بقى، ماما، جدتي، انا، ولادي، عارفه يعني احنا ماشيين يعني مش هيبطل وما بتروحش موضته، بيفضل ما بيروحش موضته. طب حاجة أساسية جدا لازم تبقى موجودة، وحاجة قيمة جدا جدا. حلو جدا. طب يا موني، الخواتم، عايزين نتكلم عن الخواتم بأشكالها وكمان بقية يعني احنا عندنا دلوقتي أخذنا نيكلاس وتشاكر، عايزين بقى نتكلم عن الخواتم والحلقان وبقية الذهب. بصي، الخواتم طلع السنة دي خاتم موضة جدا. تمام، اللي هو اسمه دومي رينج. دومي رينج ده اللي هو بيبقى خاتم كده منفوخ شوية. تمام، ده طالع ستايل جدا جدا السنة دي. تمام، ايوه هو ده هو ده. وتمام، عندنا الصورة. أيوة. دي عندنا الصورة دي، الخواتم فوق بعض ملبوسة كذا، يعني كذا خاتم ملبوسين مع بعض. كلمينا بقى عن الأشكال دي وعن موضتها. بصي، الأشكال دي كلها زي ما قلت لك لازم يبقى فيه خواتم فيها فصوص، الفصوص على فكره بتدي شياكه جدا، لازم يبقى فيه قطعه فيها فصوص مع الذهب. تمام، عندك الخواتم لما بنلبسها كستايل بقى فوق بعض، دي من الموضه جدا ان احنا نلبس كذا خاتم في الايد ونلبسهم ندرجهم فوق بعض. لكن طبعا طبعا لما يكون احجامهم يعني مناسبه لبعض او مقاربه لبعض، ما ينفعش تبقى كبيره. لا، بينفع بيبقى كبيره على حسب الايد نفسها.
في بنات ايديها رفيعه والصوابعها طويله، في بنات ايديها صوابعها القصيره، على حسب ستايل الايد نفسه. طب خلينا نشوف يا امنيه الصوره اللي بعدها. الله، بصي بقى انا بحب قوي السلاسل اللي بيبقى فيها الحروف او الاسماء. انا عارفه ان انت كمان مشهوره بالموضوع ده انك بتحبي برضو الحاجات اللي بيبقى عليها اللي هي بتكستمايز، يعني بتعمليها للناس بيبقى شكلها تحفه 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 وبتبقى كمان مختلفه. طبعا كل واحد بيعمل بالاسم بتاعه بالشكل بتاعه. كلمينا عن ده، وهل بيطلب منك كتير؟ بصي، هو مطلوبه جدا، وخصوصا اللي هي فيها فصوص زيركون زي ما بقولك، لان انت بتحسي كمان ان هي زي الالماس، وفي منها اصلا بينزل كمان الماس. طب بمناسبه الفصوص، الذهب اللي فيه فصوص زمان، يعني على ما افتكر كده بقى ان زمان ما كانوش بيحبوا يشتروا الذهب اللي فيه فصوص، لكن دلوقتي البنات بتحبه. كلمينا عن الفصوص، ليه ما كانوش بيحبوا يشتروها وليه دلوقتي البنات لجأت له؟ اقول لك، زمان كانت الفصوص دي بتتخصم ساعة البيع. خلي بالك احنا بنات بنحب نجدد كل شوية، وكل أكيد. ما بيطلع موضة بنحب نجددها. لكن دلوقتي بقولك، في ظل التطور والطفرة اللي حصلت في صناعة الذهب في مصر من الشركات، في شركات كتيرة جدا عاملة نظام الاسترداد بالفصوص. حلو قوي، يعني ما دلوقتي ما بتخسرش الفصوص. لا، فان هي برضو بتشتري وبتستثمر، وفي نفس الوقت بتلبس حاجة شيك وعلى ذوقها. طب كلمينا عن الذهب الايطالي. حبيبي ده. حبيب الملايين، كلمينا عنه شويه. بصي، هو الذهب الايطالي اللي هو الذهب المستورد، اللي هو بيبقى مدموخ 750. اغلب الستات بتحبه جدا جدا. ليه بقى؟ اولا ان الفينش بتاعه حلو جدا. بس طبعا الشركات المصريه زي ما قلت لك طورت القصه دي جدا. حلو قوي. بس هو في ميزه بقى، الحجم والوزن. يعني ممكن حاجه تكون حجمها كبير بالظبط، بس وزنها قليل. وزنها قليل، ما تصدقيش ان مثلا القطعه دي بالحجم ده مديه الوزن اللي انت شايفاه. فده طبعا ميزه حلوه جدا، بيوفر مع البنات وفي نفس الوقت بيجيبوا اللي هم عايزينه. بالظبط، بيجيبوا عدد قطع اكبر. عدد قطع اكتر. طب بالنسبه بقى للمصري، المصري بصي، في حاجات كتير مع التطور برضو، في حاجات كتيرة طلعت اوزانها كويسة واحجامها كويسة، بس برضو الايطالي بيبقى هو بس لسه متميز في حتة الوزن. اها، عشان الوزن اخف. بس المصنعية طبعا اكتر. لا، يبقى خلينا الوزن منه فيه. على الاقل انا هجيب حاجة وزنها حتى لو اتقل شوية بس ومصنعيتها قليلة، لو جيت بعتها مش هخسر. او لو جيت غيرتها او بدلتها. طب ما هو ده حاجه لطيفه جدا. خلينا نشوف صور تانية يا امنيه وتكلمينا عنها. وكمان عايزه اسالك على حاجه، انا عايزه اعرف هل شكل التوب او البلاوز بيفرق؟ لو البلاوز مثلا هاي نيك، او علشان طبعا النيكلس، او هلبس حلق شكله ايه، هلبس ذهب اصلا شكله ايه، هيفرق معايا ولا قولي لي بقى. بصي، في ستايل دلوقتي بيبقى لطيف قوي في البلاوز. تمام، اوكي. عندك مثلا لو في بلاوز حرف الفي زي الشميز اللي احنا شايفينه ده، فده بيليق معاها جدا ان انت تلبسي سلاسل او سلسله واحده تكون طويله تبقى نازله. بالظبط. وممكن نلبس اكتر من واحده ندرجهم. تمام. وفي اللي هو الكوليهات برضو او السلاسل اللي بيبقى نازل منها حاجه، يعني بيبقى نازل منها حاجه كده مدلدله شويه، دي بتبقى شيك جدا مع الحاجات اللي هي حرف الفي. تمام. لكن لو هنلبس مثلا بلوزه وان شولتر، تمام، مش هنلبس كوليه خالص ولا حاجه في رقبتنا. طب هنلبس اكيد حلق كبير. بالظبط، الحاجات اللي تشانكي اللي برده موضه جدا السنه دي. فلما نلبس حلق كبير مع الوان شولدر هيدي شكل حلو ولطيف، وفي نفس الوقت مش هنخلي فيه حاجه في الرقبه لا تاخد العين من الدريس او التوب اللي احنا لابسينه. بجد هي لي يا امنيه، انا عايزه برضو نشوف، عايزه نشوف الصوره الثانيه. الالوان، الاحجار الملونه والالوان انا شايفاها فظيعه، بتدي شياكه رهيبه. كلمينا عن الصوره دي. بصي، احنا عندنا هنا برضو فكره البلاوز اللي هي على حرف الفي. خلي بالك بقى، بصي التدرج بتاع الكوليهات والسلاسل، واخر واحده فيها الحته المدلدله اللي قلت لك عليها. تمام. مستغلين هنا الجرومات كاتشوكر. تمام. ومستغلين كمان الاحجار، عندك التيفاني وعندك تدرج بقى للاحجار كلها الاخضر، فمديه شياكه شكلها رهيبه، تحفه بجد. عارفه تحسي ان الرقبه كده يعني مليانه. الرقبه حلوه.
حلوة الرقبة دي. طب أنا عايزة بقى أسألك سؤال قبل ما نختم حلقتنا، عايزة أعرف الشبكة بتاعت البنات بتنصحي البنات بإيه وهي بتشتري الشبكة؟ بصي، بنصحها ان هي لازم تكون نازله محدده هي عايزه ايه، استايلها ايه، فتبقى مش نازله تايهه، تبقى نازله مريقه، يعني ايه، مش مجهده، عشان ما تبقاش ايديها ورمه، تعرف تقيس الحاجه صح، لان في بنات كتير بينزلوا من كتر ما هم مجهدين عندهم شغل بتاع، ايديهم بتبقى مليانه شويه، بعد ما بيشتروا الدبله او الحاجات دي يرجعوا يلاقوا ايديهم خست، يعني المقاس المظبوط، اهم بالزبط. حاجه المقاس يكون مظبوط بالظبط، وتكوني محدده انت عايزه الستايل ايه، فتنزلي تدوري عليه هو، ما تتوهيش بقى. اها، طب يا امنيه انا بشكرك جدا جدا، وعايزه تختمي معايا الفقره بنصايح للبنات عن الذهب وعن ستايلات الذهب وعن الموضه في الذهب، يعني قولي لنا نصايح كده شامله قبل ما نختم. اوكي، بصي، هو الموضه دلوقتي كمان عندك البراندات تمام اللي نازله في الذهب بستايلاتها رهيبه، زي الكارتييه وزي الميسيكا واللي طالع موضه جدا التيفاني ككوليهات بقى واساور وخواتم كله والفان كليف، فيعني لازم برضو نقتني حاجه من الحاجات دي، بتدي شياكه رهيبه وما بتبطلش، برضو بتفضل معانا بتفضل معانا. بشكرك جدا جدا يا امنيه، نورتيني وشرفتيني النهارده بجد، وبسطت قوي انك موجوده معايا واستفدت منك كتير قوي، شكرا، وإن شاء الله نشوفك في حلقات تانية كتير إن شاء الله. أكيد، مرسي. نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة التانية.